بدأ حياته حلواني وتزوج دون غرفة نوم. محطات في حياة خالد صالح. على الرغم من دخول خالد صالح الفن متأخرا، فقد حجز لنفسه مكانا بين كبار نجوم الفن في الوطن العربي بتجسيده العديد من الأدوار التي أظهر فيها براعته وتمكنه وواقعيته وتلقائيته، ليحتل مكانا خاصا في قلوب الجماهير قبل أن يرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 من سبتمبر لعام 2014، تاركا إرثا كبيرا لا يزال يحتفى به حتى اليوم. درس خالد صالح في كلية الحقوق وجسد على مسرح الجامعة العديد من الأدوار، فقد راوده حلم النجومية منذ زمن، وبعد تخرجه جسد أدوارا عدة بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. تنقل صالح بين العديد من المهن قبل أن يظهر في دوره الشهير بفيلم محامي خلع، وقال عن 36 عاما قبل شهرته أنها صنعت شخصيته، إذ عمل في فرن بلدي وهو لم يتجاوز 70 سنة، وأسند إليه هذه المهمة شقيقه الأكبر الحاج إنسان، وقال عن تلك الفترة أنها أثرت في شخصيته وتعلم منها الكثير واكتسب خبرة في الأمور التجارية. عمل صالح أيضا في محل ملابس وتعلم من هذه المهنة أن ليس كل ما يتمناه المرء يستطيع تحقيقه، بينما يستحق ما حققه المرء أن يسعد به حتى إن كان قليلا. عمل خالد في المحاماة عقب التخرج لمدة شهر، وقال عن هذه الفترة أنه لن يستطع تكملة مشواره بها، لذا اتجه للعمل مع شقيقه الأكبر في مجال التجارة وتحديدا تجارة الحلويات الشرقية، وقال عن تلك الفترة أنهما بدأوا تجارتهم بكيلو دقيق وكيس سكر لصناعة قالب كيك واحد، حتى أصبح أصحاب مصنع للحلويات الشرقية وثلاث سيارات لتوزيع ما ينتجوه، معتبرا إياها فترة ناجحة، ولكنها ليس من نوعية النجاح الذي يرغبه. وبحلول عام 2000 قرر صالح التفرغ إلى التمثيل وتوقف عن التجارة، وواجه العديد من الضغوطات في هذه الفترة خاصة مع مسؤوليته العائلية، وقال عن هذه الفترة إن زوجته كانت خير داعمة وساندة له وتحملته في فترات صعبة من حياته، مضيفا أنها وافقت على الزواج به على الرغم من أنها طبيبة ذات مركز مرموق، لدرجة أنها تحملت أول عام من الزواج دون غرفة نوم. بعد عناء كبير وتحديدا في عام 2002 لفت خالد صالح الأنظار إليه وتوالت عليه الأعمال الفنية التي تركت بصمتها في تاريخ السينما المصرية، وأصبح نجما لا زال ساطعا حتى بعد رحيله. من أبرز أعماله محامي خلع، حرب أطاليا، عن العشق والهوى، تمن دستة أشرار، هي فوضى، عمارة يعقوبيان، الرئيس عمر حرب، الحرامي والعبيط، فبراير الأسود، ابن القنصل، الجزيرة 2، إضافة إلى ذلك له أدوار أخرى في الدراما المصرية مثل مسلسلات تاجر السعادة، الريان، فرعون، حلاوة روح، وبعد الفراق. رحل خالد صالح في مثل هذا اليوم لعام 2014 بعد عملية جراحية في القلب بمركز مجدي يعقوب في أسوان عن عمر ناهز 50 عاماً.